يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. إلى العناوين: صار في عنا نقص بالأدوية وخاصة الأدوية المزمنة. عرسال تحت الحصار لليوم الخامس، والحريري يؤكد أن الانتقام من البلدة يقدم خدمة للخاطفين. حمادي يطالب بتحقيق عن مستخدم هاتفه بعد محاولة اغتياله، ويكشف تفاصيل لقائه مع نصر الله في العام 2005. بيعتدوا علينا. مواجهات في الضفة الغربية بعد استشهاد مسؤول ملف الاستيطان، وعباس يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للرد. مساء الخير. هل يكتمل نصاب الجلسة 17 في 7 من كانون الثاني المقبل وينتخب رئيس جديد للجمهورية؟ مرد السؤال إلى الأجواء الداخلية والإقليمية والدولية التي باتت ربما تنذر بتحريك لهذا الملف. وفيما مرت الجلسة 16 مرور الكرام بفعل مقاطعة نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، برز موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا على دعوة النائب ميشيل عون، مبديا استعداده لزيارة الرابي، لكن بشرط أن يكون هناك اقتراح جدي لانتخاب رئيس للجمهورية. أما قضية العسكريين المخطوفين فلم تحمل أي جديد هذا النهار، في حين بقي حصار عرسال متواصلا لليوم الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس عبد الحريري، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن إنهاء هذا الحصار وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة وعدم ترك العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضب وردات فعل المسلحين. هلا مع موبايل بانكينج اب من بنك بيبلوس صار فيكن وبدقيقة تدفعوا سنداتكن، سددوا دفعات بطاقاتكن أو تشيكوا حساباتكن. مع الخدمات الذكية من بنك بيبلوس صار معكن وقت. إذن لا يزال الطريق المؤدي من وإلى عرسال مقطوعة من قبل مسلحين في منطقة البزلية، وأهالي البلدة ناشدوا الدولة فك الحصار عنهم لإدخال المواد الغذائية والدواء وفتح الطريق. أكثر من 5 أيام وعرسال تنزف بصمت تحت وطأة الحصار المفروض عليها من قبل المسلحين في منطقة البزالية، الذين قطعوا الطريق الدولي المؤدي من وإلى عرسال على خلفية استشهاد العسكري على البزال. على شفير الكارثة تقف عرسال بعدما شرف ما تبقى من دقيق القمح والخبز والمواد الغذائية وحتى الأدوية على الانتهاء. ضيعة بكاملها، تحاسب على أساس أنه في شخص من عرسال أو أكثر من شخص مذنب. عرسال ما لها ذنب بهالموضوع نهائيا، والحصار نحن أول شغلة مع الدولة اللبنانية علاقتنا، منه مع الأشخاص ولا مع أشياء، نحن نطلب من الدولة فتح طريق عرسال وتأمين الطريق، منه بس نكون الطريق مفتوح. بنفس الوقت نحن محصرين كمان بالجارد من المسلحين، السنة راح الموسم الزراعي علينا، السجار في منه عم يقصوه، يعني نحن بنطالب الدولة والمعنيين انه يهتموا اكثر. يعني بعد المشكله الاخيره اللي صارت عندنا بالمنطقه، المندوبين يعني بطلوا يطلعوا عرسال، ما عاد في مندوبين عم يطلعوا. في اخر مشكله صارت، في ضل مندوب عندنا مخزن نوفال يطلع لعنا، تعرضوا له بالبزليه ومنعوه من الخروج، هذا ادى انه صار في عندنا نقص بالادويه وخاصه الادويه المزمنه مثل قلب، ضغط، سكري، كهرباء، يعني في نقص حاد فيهم. حليب الاطفال في شويه نقص. هي ليست المرة الأولى التي تعيش فيه عرسال هذا النوع من العقاب بسبب إيوائها اللاجئين السوريين، لكن أهلها يضعون مأساتهم المتكررة برسم الدولة اللبنانية على أمل حلها وتحاشي الدخول في سيناريوهات لا يحتملها لبنان. حصار عرسال دفع الرئيس الحريري اليوم إلى الدعوة لفك هذا الحصار، مشيرا إلى أن الانتقام من عرسال يقدم خدمة للخاطفين، كما طالب الحريري الحكومة بالحسم في ملف العسكريين وإعادتهم سالمين. في سلسلة تغريدات له على تويتر، اعتبر الرئيس سعد الحريري أن إعدام العسكري الشهيد علي البزال والاستمرار في خطف العسكريين جريمة يجمع اللبنانيون على التنديد بها، إلا أنه أكد أن حصار عرسال والانتقام منها هي خدمة تقدم للخاطفين. ولفت الرئيس الحريري إلى أنه ليس من المقبول الاستمرار في حصار عرسال والدفع نحو جولة جديدة من التشنج تخالف المساعي القائمة لضبط أسباب الاحتقان،
كما شدد الرئيس الحريري على أن الحكومة مسؤولة عن إنهاء هذا الحصار وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة وعدم ترك العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضب وردات فعل المسلحين، داعيا الحكومة إلى إجراءات سريعة في هذا الشأن وإلى اتخاذ قرار حاسم يضع حدا لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين. وزير العدل أشرف ريفي أكد رفضه الحصار على عرسال بشكل قاطع، داعيا المؤسسات كافة لحفظ أمن الناس. وقال ريفي في بيان له: تستمر مظاهر الأمن الذاتي التي تمارس بذرائع متعددة في انتهاك سلطة الدولة والمؤسسات وفي تهديد السلم الأهلي الذي يكاد يهتز تحت وطأة السلاح غير الشرعي ومتفرعاته مهما اختلفت المسميات. أضاف ريفي أن أحدا لا يمكنه التنصل من المسؤولية عن هذه الممارسات التي تنظر بزيادة الاحتقان وذهاب الأمور نحو المجهول. وسط هذه الأجواء انعكست الاتصالات واللقاءات التي قامت بها هيئة العلماء المسلمين في الساعات الماضية تفاؤلا في ساحة رياض الصلح، حيث يتطلع أهالي المخطوفين إلى تطورات إيجابية في الأيام المقبلة. تقرير سلمان العنداري. استفاقت زوجة المخطوف محمد يوسف على كثير من الأمل بعد الاتصالات واللقاءات التي تقوم بها هيئة العلماء المسلمين، بالإضافة إلى المواقف التي أطلقتها بعض القيادات السياسية فيما يتعلق بقضية العسكريين المخطوفين. الأجواء هادئة في رياض الصلح، ومنسوب التفاؤل يرتفع بانتظار ما ستثمر عنه الجهود المتعلقة بتكليف الهيئة بقيادة المفاوضات بعد عودة الرئيس تمام سلام من العاصمة الفرنسية. نحن كل اللي مضى بالأول من 5 أشهر بلشنا بشهر الخامس، طلع كله كذب بكذب وكلهم عم بيضحكوا علينا، ما في شيء. نحن بريق أمل أخذناه امبارح من علماء المسلمين إنه تابعوا الملف وله ياخذوا هالملف، بس ناطرين من تمام بايك تفويض لحتى يتابعوا مباشرة الملف. فإذا حطونا أيضا بأجواء إنه تم التعاطي بالنسبة للخاطفين والاتصالات فيهم وطالبين منهم تعهد يعلن بشكل رسمي من قبلهم بعدم القاتل، على أساس يعطوهم وقت بالنسبة للمفاوضات لحتى يوصلوا لحال. نأمل بأنه تستمر هذه الجهود. نحن تمنينا عليهم ونشدناهم يتدخلوا بالقضية، وأهم طلب لنا اليوم لأنه عارفين هيئة الشغلة طويلة أنه يأمنوا اتصال للأسرى مع أهليهم ليبردوا قلب أهليهم شوي، ونتأمل منهم خير وهني أملنا الوحيد. امبارح حسينا أنه ارتحنا شوي، إن شاء الله يضلوا مكفين هيك لحتى يجوا أولادنا. الأهالي أكدوا أنهم لن يعمدوا إلى تصعيد تحركاتهم في الأيام المقبلة، آملين البدء من جديد في مفاوضات جدية بعيدا عن التسويف والمماطلة والفشل. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن المشكلة في معالجة موضوع العسكريين المختطفين هي في أزمة الخلية، ودعا خلال اللقاء الأربعاء النيابي لابتعاد المدنيين عن التعاطي بالملف. ونقل النواب عن بري استمراره بالتفاؤل في موضوع الحوار وأن الأمور سالكة وآمنة. إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة 16 ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعو النائب ميشيل عون إلى التفاهم على موضوع رئاسة الجمهورية، مبديا استعداده لزيارة الرابي شرط التوصل إلى طرح جدي، مرحبا بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله. تقرير ناهد يوسف. هو المشهد نفسه يتكرر خلال كل جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ففي الجلسة 16 لانتخاب الرئيس حضر 59 نائبا إلى مجلس النواب بغياب الرئيس نبيه بري الذي أرجى الجلسة إلى 7 من كانون الثاني من العام الجديد. فراغ مستمر منذ 200 يوم، ومرشح قوى 14 من آذار سمير جعجع مستمر في دعوته الفريق المعرقل لإنجاز هذا الاستحقاق. وخلال مؤتمر صحفي عقده في معراب إثر إرجاء الجلسة، رد جعجع على دعوة النائب ميشيل عون لانتخاب جمهورية وليس رئيسا لها. إنه انتخاب جمهورية إنه ما بصير إلا بلحظة واحدة من الزمان والمكان، هل هو طلقة واحدة بس بمناسبة انتخاب رئيس جمهورية؟ انتخاب جمهورية جديدة عملية تراكمية، والأسوأ من هيك، طب هل يجوز أن يكون انتخاب جمهورية جديدة مرتبط بوصول شخص بحد عينه بس فقط بحد ذاته إلى رئاسة الجمهورية أو لا؟ امبارح العماد عون بيوجه لي دعوة مرحب فيها من قبلي لزيارة الرابية. بالزمانات كان يقولوا ابحث عن العلم ولو بالصين، أنا والله بقول ابحث عن رئاسة الجمهورية ولو من خلال الرابية. طيب ما يفهمني الجنرال غلط،
أنا مستعد لبي هالدعوة، بس اللهم يكون في اقتراح جدي لانتخاب رئيس جمهورية. رئيس حزب القوات اللبنانية أثنى على الحوار المزمع بين تيار المستقبل وحزب الله. نحن مع أي تخفيف للاحتقان بالبلد، إذا هالحوار رح يتطرق، إذا رح يتطرق لموضوع رئيس الجمهورية، رح يتطرق لموضوع رئيس الجمهورية من زاوية تسهيل حصول الاستحقاق، مش من قبل اختيار رئيس. كلام يعني ماشي بين تيار المستقبل وبيننا حول النقاط المطروحة. فيني أقول لك مثلا الحديث هلأ أجندة بعد ما فيه. جعجع تمنى على الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة لإقرار قانون جديد، والأمر متاح في ظل التوافق بين المستقبل والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي على القانون المختلط، كما تطرق إلى ملف العسكريين المختطفين داعيا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرار لإنهاء الملف مهما كان هذا القرار. قنوات الاتصال مفتوحة بين معراب والرابي بحسب ما أكد الدكتور سمير جعجع، فيما يتم التحضير لحوار بين تيار المستقبل وحزب الله المعرقل الأساس للانتخابات الرئاسية، أجواء قد تنهي هذه الأزمة إذا ما اتخذ القرار بذلك. من معراب، ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري رأى أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن أنجح طريقة لإتمام هذا الاستحقاق هي حصول توافق بين القيادات المسيحية على اسم المرشح. وخلال استقباله وفدا من الرابطة المارونية، أشار عسيري إلى أن الوجود المسيحي العربي في الشرق أساسي ومصدر غنى حضاري وتنوع فكري، مبديا تقديره لكل دعوة تنادي بتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المسيحية، وفي طليعتها دعوات البطريرك بشار الراعي. النائب مروان حمادي وصل الإدلاء بشهادته أمام غرفة الدرجة الأولى، حيث تابع فريق الدفاع عن بدر الدين استجوابه المضاد سائلا حمادي عن اتصالات وردت على هاتفه بعد محاولة اغتياله وعن معرفته بها. وقد طالب حمادي بتحقيق عمن استخدم هاتفه بعد فترة الاغتيال حتى 18 من كانون الثاني، لافتا إلى أن المخابرات السورية التي استولت على التحقيق هي من أساء استخدام رقمه. حمادي كشف أيضا عن تفاصيل لقائه بالأمين العام لحزب الله في العام 2005. والتقرير لشرب العبود. على ثلاثة مجالات ركز فريق الدفاع عن بدر الدين استجوابه المضاد للنائب مروان حميدي الذي واصل الإدلاء بإفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. المجال الأول يتعلق بالتأكد من استعمال خط الهاتف الخاص بحميدي قبل محاولة اغتياله، والتأكد من استعمال الرقم بعد محاولة الاغتيال. المجموعة الثانية من الأسئلة للتأكد من الأرقام الهاتفية المشتركة ما بين رقمي هواتف حميدي قبل محاولة الاغتيال وبعدها، وجرت الاتصالات بين الرقمين وأرقام أخرى هي جزء من الشبكات الخضراء والزرقاء والصفراء دون أن تكون اتصالات مباشرة بأرقام حميدي، ولكن اتصالات بين حميدي وأشخاص هم اتصلوا بأعضاء ينتمون إلى الشبكة الخضراء الزرقاء الحمراء والصفراء حسب فريق الدفاع عن بدر الدين. أما مجموعة الأسئلة الأخيرة فتركزت على السياسة المحلية والإقليمية والدولية. في المرحلة الأولى حاول فريق الدفاع التأكد إن كان حميدي على علم بهوية مستخدم هاتفه بعد محاولة الاغتيال وحتى 18 من كانون الثاني 2005. القادرة، أتظن أن السيد حميدي قد يعرف اسم هذا الشخص؟ السيد كركماز لا أعرف، ربما يمكن أن أطرح عليه هذا السؤال. القادرة، إذا انحنت اللحظة لتطرح السؤال. السيد كوركماز، حسنا، هل تعرف السيد جهاد حسين العنان؟ السيد حميدي لا أذكر مثل هذا الاسم. ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية طلب من حميدي مغادرة قاعة المحكمة للبحث في تفاصيل إجرائية، حيث اعترض الادعاء على وثيقة الدفاع على اعتبار أنها تفتقر للمصداقية لأنها نتيجة تحاليل، فيما أكد الدفاع أنها من قائمة بيانات الادعاء. الدفاع عن بدر الدين عاد وسائل حميدي عن عدد من الأرقام التي تلقاها على هاتفه، وفي معرض ذلك أكد حميدي أن عدد كبير من الاتصالات كانت تريده كوزير للاقتصاد. وهنا أكد أيضا أنه لا يعرف المدعو سامي عيسى، لكنه أردف أنه قد يكون هناك من اتصل به بصفته وزيرا للاقتصاد واتصل بعيسى الذي يعتقد الادعاء
أنه المتهم بدر الدين نفسه. كل الشكوك التي تلقي بها على هوية من استخدم وأساء استخدام الهاتف بعد الأول من تشرين الأول أكتوبر 2004، كل هذه الشكوك تستند إلى عنصر أساسي، وينبغي، وبما أنه تم عرض اسم وإعطاء اسم أمام هذه المحكمة، هذا الاسم تم تبادله بينك وبين الادعاء، ربما ينبغي إجراء المزيد من التحقيق في هذا الإطار، لأنه ربما في بقايا السيارة، ربما أجهزة الاستخبارات السورية التي تحدثت عنها بالأمس وقلت أنها استولت على كامل التحقيق والملف، لعلها هي أيضا أساءت استخدام هذا الرقم في هدف قد ولأغراض قد تلقي المزيد من الشكوك والذنب على موكلك عوضا عن تبرئته. وفي المرحلة الأخيرة من الاستجواب المضاد والتي تمحورت حول الأوضاع السياسية والعلاقة مع حزب الله والتحالف الرباعي، كشف حميدي عن لقائه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في أواخر نيسان أو أوائل أيار 2005 بناء لنصيحة النائب وليد جنبلاط. سألته: هل سمحت السيد استهدفتموني في شهر أكتوبر الماضي؟ فأكد بالنفي وقال أبدا، ونحن نقدر الشخصيات من أمثالك ونتكل عليها ونتمنى أن تكون في خدمة المقاومة في مهمات عديدة نظرا لاطلاعكم على الأمور وعلاقاتكم بالداخل والخارج. أردفت بسؤال سريع: هل للإخوة السوريين دور في ذلك؟ فقال لي: لا أعلم. حميدي نفى علمه بتسارع وتيرة اللقاءات بين الرئيس الشهيد والسيد نصر الله كل 10 أيام، كما نفى علمه بتشكيل لجنة دائمة لبحث التحالف الانتخابي بين الطرفين. فريق الدفاع عن عنيسة طرح أسئلة عن عمل وزارة الاتصالات والاتفاقات التي رعت العلاقة بين الوزارة والشركات الخلوي وتعاونها مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة داتليف ميلس. تتابعونا بعد الفاصل. بوغدانوف يلتقي الأسد على وقع معارك ضارية في أحياء دمشق. ونظام إيران يعتقل محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. عرسال تحت الحصار لليوم الخامس، والحرير يؤكد أن الانتقام من البلدة يقدم خدمة للخاطفين. حميدي يطالب بتحقيق عن مستخدم هاتفه بعد محاولة اغتياله، ويكشف تفاصيل لقائه مع نصر الله في العام 2005. إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة 16. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمس عية في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، كما استخدمت الغاز والرصاصة لتفريق تظاهرات غاضبة في البلدة خرجت احتجاجا على استشهاد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين بعدما ضربه جنود الاحتلال بأعقاب بنادقهم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استنكر هذا العمل البربري أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للرد على اغتيال أبو عين. جينا على أرضنا الفلسطينيين نزرع الشجر والزيتون، وهم يقومون بالاعتداء علينا من أول لحظة. لا أحد ضرب حجر ولا أحد قام باعتداء، وهذا جيش الإرهاب الاحتلال يمارس القمع والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني. هذا آخر ما قاله مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين قبل أن تستهدفه آلة الحقد الإسرائيلية. وهنا آخر ما كتبه المسؤول الفلسطيني الذي خرج ضمن فعالية ببلدة ترمس عية شمال رام الله في الضفة الغربية لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان. الاحتلال الإسرائيلي الغادر من جهته أبى أن يمر اليوم العالمي لحقوق الإنسان من دون انتهاكه، فأطلق على المشاركين
المشاركين في الفعالية قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما ضربوا زياد أبو عين أسفل البطن وبأعقاب البنادق بشكل وحشي، دخل على أثر ذلك في حالة غيبوبة ونقل لمجمع فلسطين الطبي وأدخل للعناية المكثفة، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذه. وفيما أعلن الحداد في الضفة الغربية لثلاثة أيام استنكارا لجرائم الاحتلال، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداء الوحشي على أبو عين بالعمل البربري الذي لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق. في دمشق التقى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف رئيس النظام السوري بشار الأسد على وقع اشتباكات ضارية بين قوات النظام وفصائل المعارضة هزت أحياء العاصمة لا سيما حي جوبر. الحرب قرب العاصمة دمشق بدأت تأخذ منحا آخر بعد اقتراب المعارك من وسط المدينة، حيث هز انفجار ضخم الأحياء الشرقية استهدف مواقع تتمركز فيها كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها، بينما تعرض مخيم اليرموك لقصف من قبل قوات النظام. وفيما اشتدت المعارك في حي جوبر قتل 20 عنصرا من كتائب الأسد أثناء استعادة الثوار سيطرتهم على مبنيين في مدينة دارية بريف دمشق، بينما تعرضت بلدات في الغوطة الشرقية لقصف بالصواريخ، في وقت ذكرت أنباء أن قوات النظام ارتكبت مجزرة في درعا، حيث اتخذت قوات الأسد من المدنيين دروعا بشرية وبعدها عمدوا إلى إحراقهم، وتم التعرف على 6 جثث أغلبهم من عائلة واحدة. من جانب آخر دارت اشتباكات متقطعة في منطقتي البريج ومناشر البريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وفي محيط مبنى المحكمة وكتيبة الصواريخ في خان طومان بريف حلب الغربي. وفيما فجر أحد عناصر تنظيم داعش نفسه في مواقع لقوات النظام على أسوار مطار دير الزور العسكري، تواصلت المعارك في مدينة عين العرب كوباني بين التنظيم الإرهابي والمقاتلين الأكراد بالتزامن مع استمرار قوات التحالف في ضرب مواقع الإرهابيين. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أوقفت السلطات الإيرانية المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودي في طهران، وكانت نسرين متخصصة في الدفاع عن شبان قاصرين محكومين بالإعدام، واعتبارا من العام 2009 باتت تدافع عن العديد من المعارضين السياسيين قبل توقيفها لأشهر عدة في العام الماضي، وهي كانت نددت يوم الأحد بالقيود التي تستهدف المعارضين السياسيين في مجال التعليم والتوظيف. نددت غالبية الدول الأوروبية بالتقرير الذي كشف أن CIA كانت تعتمد أساليب تعذيب وحشية خلال استجواب الموقوفين بعد هجمات 11 من أيلول 2001. وفي إيران قال المرشد الأعلى علي خامنئي في تغريدة على موقع تويتر إن هذا التقرير أظهر الحكومة الأمريكية كرمز للطغيان ضد الإنسانية. تعهدت الفتاة الباكستانية مالالا بمواصلة العمل حتى إدخال آخر طفل إلى المدرسة في بلادها، وذلك خلال تسلمها جائزة نوبل للسلام التي تقاسمتها مع ناشط هندي مدافع عن حقوق الأطفال. ومالالا البالغة من العمر 17 عاما أصبحت أصغر الفائزين والفائزات بجائزة نوبل في التاريخ، وهي استحقتها بعدما باتت رمزا عالميا للنضال من أجل حق الفتيات بالتعليم، وذلك بعد نجاتها بأعجوبة من محاولة حركة طالبان اغتيالها بتهمة الإساءة إلى الإسلام. بعد الفاصل سلام من باريس. لبنان يمر بإحدى أخطر المراحل في تاريخه. وسلامة الغذاء تابع. أهلا بكم. من باريس أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن لبنان يمر اليوم بإحدى أخطر المراحل في تاريخه بسبب تراكم الأزمات. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من باريس موفد التلفزيون مستقبل شهير إدريس. شهير أهلا بك. إذن ماذا في لقاءات ومواقف الرئيس سلام؟ منير، فعلا بدأ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام زيارته إلى فرنسا، حيث التقى هذا اليوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات في لبنان وتأثير أزمات المنطقة لاسيما ما يجري في سوريا. وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة كلود بارتولون،
أكد الرئيس سلام أن لبنان يمر بأخطر المراحل من تاريخه بسبب تراكم الأزمات المتلاحقة، مشيرا إلى أن الأوضاع المتدهورة في سوريا لا سيما موضوع النازحين انعكس سلبا على الأمن الداخلي وأدى إلى تعرض الجيش اللبناني لاعتداءات إرهابية من قبل تنظيمي داعش والنصرة، وأدى إلى اختطاف عدد من العسكريين، ما أدى إلى تعرض لبنان للابتزاز بهدف هز الاستقرار في البلاد. وفيما عرض الوضع الضاغط الذي يرزح تحته لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا، أكد الرئيس سلام أن الحكومة تتصدى لمصادر القلق اليومية بالسعي إلى تثبيت العيش المشترك والتوافق والحوار من أجل حماية لبنان ومفاهيمه القائمة على الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك، داعيا الأسرة الدولية إلى بذل كل الجهود لصونها، لافتا إلى ضرورة التحرك بمسؤولية، وإلا فإنها قد تكون ارتكبت خطأ أخلاقيا وسياسيا فادحا. وأجاب الرئيس سلام على جملة أسئلة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية لا سيما حول ملف رئاسة الجمهورية، معربا عن تفاؤله بقرب انتخاب رئيس الجمهورية ومشيرا إلى أن هناك مساعي إقليمية ودولية للمساعدة في هذا الأمر. نعم. كما دعا إلى ضرورة المساعدة في قضية النازحين السوريين، وأيضا تحدث عن موضوع التطرف والإرهاب. نعم. فيما كان أكد في دردشة مع الصحفيين أن ملف الجيش سيتم التوقيع، تسليح الجيش عفوا، سيتم التوقيع عليه في 13 من هذا الشهر الجاري. وقد رد على جملة أسئلة أيضا تتعلق بموضوع حزب الله في سوريا، أكد أن الحكومة تقوم بالنأي بالنفس في هذا الموضوع منذ البداية وتنأى بنفسها عما يجري، كما أكد أن للرئيس سعد الحريري وجود قوي في لبنان، خصوصا أنه زعيم كتلة نيابية، لافتا إلى الحوار الذي دعا إليه مؤخرا مع حزب الله منعا للفتنة الداخلية وحفاظا على أمن واستقرار لبنان. إذن الرئيس سلام سيكون له أيضا جولات غدا وبعد غد، وسيتوج لقاءاته بالرئيس فرانسوا أولاند. منير، شكرا شهير، حدثينا من باريس. في ساحة النجم تابعت لجنة التواصل جلساتها المتعلقة بقانون الانتخاب من دون أن تتمكن من الوصول إلى أي اتفاق بشأن هذا الموضوع الذي سيحسم الأسبوع المقبل مع انتهاء مهلة الشهر التي أعطاها الرئيس نبيه بري. تحسم لجنة التواصل النيابية موقفها من قانون الانتخابات الأسبوع المقبل إثر جلسات ثلاث ستعقدها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعدما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الرغم من الأجواء الإيجابية عن وجود نقاط كثيرة مشتركة في الاقتراح المقدم من النائب علي بزي. نحن تقدمنا في الطروحات كثيرا، وكان النقاش موضوعي وجدي، وبعتقد أنه خارج نطاق الخصوصيات. مصادر نيابية أوضحت للمستقبل بأن ملاحظات سجلت على اقتراح القانون المقدم من بزي، وهناك تسويق لأفكار وطروحات أخرى، مشيرة لأن النائب جورج عدوان طالب خلال الجلسة بعقد جلسة تشريعية أوائل الشهر المقبل للتصويت على قانون الانتخاب. إذا ما تحدد جلسة للهيئة العامة منكون عم نشجع الأفرقاء، لأنه هيك بحثهم يطول وما نوصل لنتيجة بقانون الانتخابات. السؤال المهم، هل بدنا قانون انتخابات؟ وهل بدنا اياه باسرع وقت؟ وهل بدنا نقره؟ نحن كقوات لبنانيه اجوبتنا واضحه، بدنا قانون انتخابات وبدنا نقره باسرع وقت، وبدنا نربطه باي شيء تاني. إذن لا معطيات تفيد بأن تقدما قد يؤدي إلى أحداث خرق في موضوع قانون الانتخابات طالما الوضع السياسي على حاله من الانقسام. من دار الفتوى، شدد عضو القوات اللبنانية النائب إلي كيروز على نهج الاعتدال الذي يعتمده المفتي عبد اللطيف دريان، وقد قدم له دعوة للمشاركة في مؤتمر يعده الحزب بعنوان لبنان في زمن الأصوليات. أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إلي كيروز أن الدكتور سمير جعجع مستمر بترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن التنسيق موجود مع البطريرك الراعي وبين كل القوى. كلام كيروز جاء بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث تم التشديد على نهج الاعتدال وخيار الدولة والمؤسسات. نحن رئيس الحزب مكمل بترشحه، ولكن بذات الوقت رئيس الحزب أعلن بصورة واضحة أنه وقت في مجال نوصل للتسوية، رئيس الحزب والحزب مستعدين ومنن بعاد عن هالموضوع. والتقى المفتي دريان عضو كتلة المستقبل النيابية النائب قاظم الخير، وجرى البحث في آخر المستجدات المحلية. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم قرارا قضى بموجبه السماحة بالتداول بسلعة اللبن التي تحمل العلامات التجارية الآتية: مسابكي، سنتر جديدة، منتوجات شتورة،
سنتر نعمي البقاع، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المخبرية لعينات اللبن التي تم أخذها أخيرا من هذه المؤسسات مطابقتها للمواصفات القياسية للبن. من جهته طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من وزير الداخلية نهاد المشنوق في بيان الإعازة لمن يلزم إقفال معمل مصطفى الشموري للألبان والأجبان في المرج لمدة أسبوع ريثما يصحح وضعه، بالإضافة لمستودعات شام مارت في بار الياس الذي تبين بأن منتجاته فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، كما أن تاريخ الصلاحية مزورة. سلامة الغذاء كانت أيضا محور اجتماع بين وزارتي الصحة والصناعة. لا تناقض في العمل على المحافظة على سلامة الغذاء، هذا ما أكده وزير الصناعة حسين الحش حسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلين عن مؤسسة إبنور وجمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية والمجلس الوطني لمنتجي الحليب. الحش حسن أكد أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية سياسية ووزارية، كما أنها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. لا تناقض، بل على العكس، هناك تكامل واندماج كامل ما بين الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد والتصدير والنمو مع سلامة الغذاء. من جهته أكد أبو فاعور أن لا رغبة لدى وزارة الصحة بإلحاق الضرر بأي مؤسسة، بل في حماية سلامة المواطن. الحملة بتصور بتفيد الصناعي المنيح، بتفيد المؤسسة المنيحة، وبتحمي المؤسسة المنيحة والصناعي المنيح. يعني ما بعرف شو الضرر اللي ممكن يلحق بمصانع الجبنة واللبنة لما بيتسكر معمل مثل سنتر تعني اللي طلعنا منه ثلاث شاحنات مواد فاسدة، ثلاث كميين شاحنات فاسدة. هذا بالعكس بيعزز وضع الشركات اللي عم تستوفي الشروط. كما استقبل أبو فاعور وفدا من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية من كافة القوى السياسية الذي نوه بمكافحة الفساد في حملة سلامة الغذاء. تقبل الرئيس ميشيل سليمان التعازي بوفاة والدته السيدة جوزفين كلاب سليمان في صالة كنيسة السيدة في عمشيت، وقد حضر عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والشعبية، ومن بين هؤلاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قام بواجب العزاء على رأس وفد كبير من دار الفتوى. نتابع الفقرة الاقتصادية الآن مع ريما نجار. بونسوار، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الصين مع صعود أسعار المستهلكين بوتيرة هي الأبطأ من سنة 2009، إشارة إلى أنه يوجد إمكانية للمزيد من التحفيز النقدي. وبالأرقام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% وهو أدنى مستوى من 5 سنين. أيضا هبط مؤشر أسعار المنتجين بالصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال تشرين الثاني. هل تدني بالأرقام دلالة على تباطؤ نمو التضخم بالصين خلال شهر تشرين الثاني؟ ومننتقل لبنك قطر الوطني أكبر مقرض بالشرق الأوسط من حيث الأصول، حيث تم تعيين علي الكواري رئيس تنفيذي للمجموعة. الكواري كان قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف من تموز 2013 بعد ما أصبح الرئيس التنفيذي السابق علي العمري وزير المالية الجديد بالدولة. ومننهي مع تخفيض أوبك توقعاتها للطلب على النفط الخام لإلى ب 2015 لأدنى مستوى من 12 سنة وسط ارتفاع امدادات النفط الصخري أو شيل أويل بالولايات المتحدة وتخفيض تقديرات الاستهلاك العالمي. وبالأرقام، خفضت أوبك توقعاتها ب 300 ألف برميل يوميا لتوصل 28.9 مليون برميل باليوم. بحب ذكر سعر النفط انخفض بنسبة 40% من حزيران الماضي. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كارن خراط. بونسوار، طقس المتقلب بعده مسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والتفاصيل كلها من بعد فكرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو زينة العيد.
من سورة تشيربيل. بنروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس. والرباط 18 درجة، الجزائر 15، القاهرة 28، الخرطوم 38 درجة، بغداد 22، دمشق 17، القدس وعمان 18، المنامة 23 درجة، والختام بيكون مع الكويت 27، الدوحة والرياض 28 درجة. هلا بنرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين ال 15 و 28، بالنسبة للجبل والداخل عم توصل حرارة أقصاها لل 21 درجة. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 24، طرابلس والكورة 25، الأرز 12 درجة. منكفي على الهرمن 23، القاع 22، بعلبك 17، ريق 18 درجة. جبيل 23، فريا 15، جونيا وبعبدا 28. بيروت كمان 28 درجة وتقسى غرائم جزئيا. منكفي على زحلة 17، شطورة 20، عنجر 23، مشغرة 27 درجة. جزين ومرج عيون 26، بنت جبيل 27 درجة، والختام بيكون مع صيدا، سور وقانا 28 درجة. بكره الخميس طقسنا غائم جزئيا مع رياح دافيه عم بتأدي بارتفاع بدرجات الحراره لتوصل اقصاها ل 28 درجه، ادناها 18، وبتكفي على هالحال لنهار الجمعه اما نهار السبت تنخفض ل 19 درجه. الحراره بمنطقه الارز عم تتراوح بين 3 و 12 درجه. لهون بتكون خلصت النشره الجويه، تصبحوا على الف خير. وفي دي ان اي بعد النشرة يتابع نديم قطيش تطورات ملف المخطوفين العسكريين. الان تذكير بالعناوين. صار في عنا نقص بالادوية وخاصة الادوية المزمنة. ارسال تحت الحصار لليوم الخامس، والحرير يؤكد ان الانتقام من البلدة يقدم خدمة للخاطفين. حمادي يطالب بتحقيق عن مستخدم هاتفه بعد محاولة اغتياله، ويكشف تفاصيل لقائه مع نصر الله في العام 2005. بيعتدوا علينا. مواجهات في الضفة الغربية بعد استشهاد مسؤول ملف الاستيطان، وعباس يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للرد. في الختام لكم من منير ومني أطيب التحيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.